السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ جواد من حقوق أسرة البنفصيل في سلسلة من التمارين كما وعدناكم الخاصة بالحركة والسرعة. إذا هذه السلسلة هذه تلقاوها أسفل الفيديو، فيها تمارين وفيها تمارين مقتطفة من امتحانات جهوية. إذا هذه المرة بغينا نكونوا درنا لكم شوية تمارين كما طلبتم، إذا كما طلبتم حنا وفينا الطلب ديالكم على قدر المستطاع. إذا هنايا عندنا ثلاثة ديال التمارين، نبداو بالتمرين الأول. التمرين الأول كما تلاحظون هنا عندكم واحد الشخص يحمل محفظة. إذا هذا الشخص يحمل محفظة وطالع في واحد المصعد، إذا المصعد طلعوا الطبق العلوي، بينما التلميذ ينتظر وينظر إلى الشخص الحامل المحفظة في الأسفل. في الحالة هذه إذا المطلوب منك هو تملأ الجدول في حالة سكون وفي حالة حركة. يقدر شحال من واحد هنايا رغم أنه يفهم الدرس ولكن في التمارين ما كيعرفش يتعامل معاهم. إذا نجيو نشوفوا، إذا هنايا الرجل بي، ها هو الرجل بي صاحب القبعة بالنسبة للمصعد. دائما هادو كيتسموا مراجع، هاد المراجع هادو عزيزي التلميذ كتخيل انت بلاصتك فيهم. مثلا هاد السيد هو طالع في لاسانسور، يعني طالع في المصعد هكا واقف والمصعد طالع، وطبعا بغيتي تعرف واش هو بالنسبة للمصعد في حالة حركة أو سكون. دائما يجب أن تتخيل أنك أنت هو المصعد باش تعرف واش كيتحرك ولا لا. يعني إلا تخيلت راسي أنا مصعد، بالنسبة ليا كنشوف هذاك الشخص واقف ما كيتحركش حيت هو واقف كيتسنى المصعد يطلعوا الطبق العلوي. أنا دا كنقولوا أن الرجل بي بالنسبة للمصعد في حالة سكون، في حالة سكون. ثم الرجل بي بالنسبة لسطح الأرض، إذا كتخيل راسك أنت هو الأرض، ها الأرض فين كاينة؟ اش كيبان لك؟ كيبان لك هذاك السيد غادي مع المصعد، واخا هو ما كيتحكش في داخل المصعد، المصعد لا كيطلعو، ولكن انت كتشوف داك الرجل بي غادي للفوق. اذا كتقول في حاله حركه، حركه. ثم الطابق العلوي، اذا كنت انت كطلب من البالكون، اذا كنت انت في البالكون وكطلع عليه، اش كيبان لك؟ كيبان لك الرجل بي يتحرك غادي جاي لعندك. اذا في هذه الحاله كنقولوا في حاله حركه. نجيو نهضروا على المحفظه اللي هزها هذا الرجل. هذا المحفظه ستتصرف كالرجل تماما، لان المحفظه بما انه الرجل في حاله سكون بالنسبه للمصعد، حتى المحفظه ستكون في حاله سكون بالنسبه للمصعد. وطبعا نتايا الا كنت جالس في الارض هتبان لك المحفظه طالعه للفوق غاديه مع المصعد، اذا كنقولوا في حاله حركه. والطابق العلوي إذا كنت كطل في الفوق هاي يبان لك المحفظة جاية لعندك، إذا كنقولوا في حالة حركة. إذا بالنسبة للتلميذ، إذا نجيو دابا نهضرو على التلميذ، التلميذ بالنسبة للمصعد، إذا إذا كنت أنت هو الرجل بي، كيفاش يعني أنت في المصعد، كيفاش هيبان لك التلميذ؟ واش كيبان لك في حالة سكون؟ كيبان لك في حالة حركة، حيت المصعد غادي وكيبان لك غادي وكيصغر غادي وكتبعد عليه. إذا هنايا كنقولوا أن التلميذ بالنسبة للمصعد فإنه في حالة حركة. ثم بالنسبة لسطح الأرض، التلميذ فوق سطح الأرض، إذا أنت يا حدا صاحبك كتشوف فيه، إذا هو ما كيتحركش فوق الأرض وحتى أنت فوق الأرض، وبالتالي كيبان لك في حالة سكون. كذلك التلميذ بالنسبة للطابق العلوي، إذا هو ما كيتحركش كطلع عليه أنت بالطابق العلوي كيبان لك كيما هو مصدر في بلاصتو ما كيتحركش. إذا هنايا طليتي على الرجل بي، علاش عطانا في حالة حركة؟ حيت المصعد كيتحرك. ولكن في هذه الحالة أنت كطلع على واحد التلميذ واقف فوق الأرض هكا، إذا دق عليك صاحبك طليتي عليه بالشرجم هاي كنتي وهو واقف، أش كيبان لك؟ كيبان لك واقف. إذا كنقولوا في حالة سكون. نتمنى أن هذا التمرين الأول تكونوا فهمتوه مزيان. ننتقلوا للتمرين الثاني. إذا التمرين الثاني هو مقتطف من امتحان جهوي. إذا كنت أتذكر جيدا امتحان جهوي خاص بالدار البيضاء. إذا في هذا الامتحان الجهوي كما تلاحظون هنا قاموا بإسقاط جسم معين، وهذا الجسم المعين سجلوا في كل لحظة، إذا في كل تي كتساوي 0.1 سكوند سجلوا تلك اللحظات. يعني أن هذا الجسم أ، يعني بحال إلا
شديت لاباراي فوتو كتصور كل 0.1 ستيريا، دازت 0.1 صوبوت لقطه صوره، دازت 0.1 صوبوت لقطه صوره. اذا طبعا هذا الجسم طبعا طبعا كتشوفوه كيتسجل طبعا في كل مواضع، طبعا ما بين هذا التسجيل وهذا التسجيل 0.1 سكوند، ما بين هذا التسجيل وهذا التسجيل 0.1 سكوند، ما بين هذا وهذا 0.1 سكوند. وعطونا هنايا وحده ديال المسافات هي 10 سنتيمتر، يعني هنايا باش سميتو. اذا جا السؤال الاول، نوع حركه الجسم الجي، شحال من واحد في الامتحان الجهوي ولا في الفرد كيخربق ولا كيخلط عفوا بين نوع الحركه وطبيعه الحركه. اذا ملي كنهضروا على نوع الحركه كنهضروا هل هي حركه مستقيميه، هل هي حركه دورانيه او ازاحه دائريه او مستقيميه. فهاد الحاله كيبان لي الجسم نازل ديريكت، اذا هذه حركه مستقيميه. اذا حركه مستقيميه كتجاوب على قد السؤال، حركة مستقيمية ماشي كتجي وتقول لي حركة وتزرب وتشوف هكا وتقول متسارعة وتزيد شي حاجة، غير بشوية. طبعا طبيعة البساط نفس الشيء شفنا في البساط، إذا كنتم تتذكرون الدرس، إذا البصر حتى هو عنده طبيعة ديالته. في هذه الحالة طبيعة البصر أي أن مجموع الخطوط التي يتركها الجسم خلفه فهي متصلة وتترك مستقيما، إذا كنقولوا مسار مستقيم. إذا هنا مطلوب مني نحسب السرعة بين جي زيرو والجي ان. دائما عزيزي التلميذ ملي كيتطلب منك في حساب شيء لا تنسى الصيغه الحرفيه. اذا الصيغه الحرفيه كتكتب في ان كتساوي المسافه مقسومه على الزمن، واضح؟ اذا المسافه مقسومه على الزمن، في هذه الحاله هذه ما بين جي زيرو و جي ان شنو هي المسافه؟ هي جي زيرو جي ان. اذا كنكتبوا المسافه جي زيرو جي ان، وشنا هي المدة الزمنية؟ سموها تي على تي. في هذه الحالة جي زيرو جي ان هو 10 سنتيمتر، 10 سنتيمتر كنحولوها للمتر، إذا 10 سنتيمتر طبعا للتذكير باش نحط لكم جدول أمامكم، هذا الشيء ما خصكمش تنساو، إذا 10 سنتيمتر كتساوي 0.1 متر، كتجي كتحولها 0.1 متر. مقسومة على 0.1 سكوند، شفتوا؟ إذا طبعا 0.1 مقسوم على 0.1، العدد مقسوم على نفسه يساوي 1 متر على الثانية. إذا هذه هي طبعا السرعة باش تحرك الجسم ما بين جي زيرو وجي ان، تمشى بواحد السرعة ديال 1 متر بار سكوند. الجيو دابا بغاونا ما بين جي ان وجي دو، مزيان نفس القاعدة ما فيها ضاير أنك تعاود الصيغة الحرفية، ثم ما بين جي ان و جي دو هي المسافة، إذا جي ان جي دو، وكنعرفوا أنه المدة اللي استغرقتها الكاميرا باش تصور بين هنا وهنا هي 0.1 سكوند ما كتبدلش. إذا في هذه الحالة هذه عندكم شي واحد يشوف هاد جوج كروات يقول لك جوج تي. في هذه الحالة عندنا المسافة من هنا حتى لهنا هي 20 سنتيم، 10 سنتيم 10 سنتيم 20 سنتيم، كنحولوها للمتر كتساوي 0.2 متر على 0.1 سكوند، كتساوي لي 2 متر على الثانية. كنلاحظوا هنايا أنه في الأول كنمشى بواحد السرعة ديال 1 متر بار سكوند، ما بين جي ان و جي دو مشى بار 2 متر بار سكوند. إذا طبيعة الحركة النقطة جي، إذا يمكن لك تقول أنها حركة متسارعة، علاش؟ لأن المسافات المقطوعة، ولا كنقولوا لأن السرعة تزداد خلال نفس المدة، هنايا المدة الأولى تي 0.1 سكوند، وهنايا كنلاحظوا أن طبعا هنايا عندي 10 سنتيم وعندي السرعه 1 متر بار سكوند، المده الثانيه هي ما تبدلاتش تي 0.1 سكوند، من هنا حتى لهنا نفس الشيء 0.1 سكوند، لكن المسافه ازدادت. اذا هنا باين ان متسارعه. التعليم عطى الله الطرق باش تعلم، اما تقول لي ان المسافات المقطوعه خلال نفس
المدة تزداد. يعني لاحظوا انه ما بين هنا وهنا 0.1 سكوند عندي 10 سنتيم، ما بين هنا وهنا 0.1 سكوند عندي 20 سنتيم، من هنا لهنا 30، يعني هنا كاينه واحد السرعه تزداد رغم انها نفس نفس المده الزمنيه، او بكل اختصار يمكن تقول لي ان السرعه تزداد خلال المسافات المقطوعه خلال نفس المده. اذا احفظ واحد الصيغه واعقل عليها، خلال نفس المده تزداد. نتمنى ان هذه الفقره تكون مفهومه. ندوزو الفقرة اللي مهمة بزاف واللي كتعطى على شكل وضعية مسألة، وكيكون التمرين عليه 4 نقاط في الجهوي وكيكون في الأواخر ديال التمرين، هي تلك تمارين متعلقة بمسافة التوقف ومسافة رد الفعل. إلى رجعتوا للدرس، كنتمنى أنه طبعا تكونوا الناس اللي طاحوا في هذا الفيديو في يوتيوب ديريكت وما شافوش الدرس يرجعوا يقراوا الدرس ويشوفوا الفيديو، أن المسافة اللي هي مسافة التوقف كتساوي مسافة الفرملة زائد مسافة رد الفعل. يعني المسافة مثلا لا قدر الله شخص غادي مثلا راكب موطور وشاف واحد شي حاجة قدامه، لا قدر الله شي طفل ولا شي حاجة بغا يفراني، ديك المدة باش يلاه قشع واش انه كاين الخطر قدامه كتسمى، يعني كيكون استغرق واحد المسافة. يعني الانسان راه عنده واحد رد فعل مثلا ديال الذهول، مثلا شفتي قدامك واحد الحفرة راه تدهش واحد الثاني ولا جوج ثواني ولا نص ثاني انت والعقل ديالك، ديك الوقيته وانت كتدهش كيكون الموتور تحرك ضرب واحد المسافه، هذه المسافه هي رد الفعل. ثم ملي كتشد الفران عاد كيبدا الموتور زيد قج 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 على حسب الفران عاوتاني، واش مقاد واش داير ليه الزيت واش عاد كيوقف. اذا وهذه المسافه كلها كتسمى مسافه التوقف. فهاد الحالة هادي عطاونا واحد السيد غادي بالموطور ولقى قدامو واحد الحاجز، إذا هاد السيد كيتمشى بواحد السرعة ثابتة 60 كيلومتر في الساعة، والمسافة وهاد يعني من هنايا حتى لهنايا، من هنا حتى لهنا هنايا فاش يلاه بدا قشع الخطر، يعني في الأول كان غادي من هنا حتى لهنا كاينة الدي إر، يعني يلاه قال أش هادشي قدامي وشد الفران، ومن هنا حتى لهنا بدا كيشد الفران. يعني ها تشد الفران، عيب انه ما بين هنا وهنا كاين 40 متر، ما بين هنا وهنا كاين 40 متر، يعني المسافه ما بين الحاجز والموتور 40 متر، فاش يلاه بدا كينتبه اذا كاين هنا 40 متر. السؤال قال لي اذا كانت هذه الطريق جافه ناشفه ماشي فاسكه، وعطاونا الدي اف كتساوي 20 متر، يعني عطاوك هو انه من فاش بدا كيشد الفران حتى توقف الموتور استغرق 20 متر، 20 متر من هنا حتى هنا 20 متر، ماشي تجي تقول لي اه باينه اذا 40 متر ناقص 20 راه هنا 20، لا حنا 40 متر غير عارفينها كمرجع، ولكن باقي ما عرفناش شحال كيستغرق في رد الفعل. اذا طبعا هنا في التمرين عطاونا مسافه الفرمله 20 متر، يعني انه فاش شد الفران وتوقف الموتور 20 متر. واحد المعطى غادي تلقاوه في البي دي اف هو انه مده رد الفعل 1 سكوند، يعني هذا السيد استغرق واحد ثانيه عاد فرانه مزيان، ديك الوقيتة فاش استغرق هو واحد الثانية الموتور كيكون ضراب واحد المسافة. المطلوب منك أنه تحسب ليا هاد المسافة تاع رد الفعل هي الأولى باش تجمعها مع المسافة الفرمالة وتلقى مسافة التوقف كلها. إذا نمسحو هنايا باش يكون اتساع يبان ليكم كلشي. دائما ملي كيتطلب منك هاد المسافة كتحسب بعدا مسافة التوقف، كتحسب بعدا المسافة اللي خاصك. حنا كنعرفو أن دي أ كتساوي دي إف زائد دي إف، إيوا أشنو مطلوب مني؟ مطلوب مني نحسب دي أ، باقي ما عنديش دي إف، إذا كيفاش غنحسب دي إف؟ نحسب مسافة رد الفعل. مزيان، نعلم أنه شنو؟ نعلم أن السرعة، ماذا تساوي السرعة؟ تساوي المسافة مقسومة على الزمن. إيوا إذا بغيت المسافة، إذا بغيت المسافة، المسافة هي في فوا تي، جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. إذا في هذه الحالة إذا بغيت أنايا مسافة رد الفعل دي إر فإنها تساوي في فوا تي. عطاونا السرعة 60 كيلومتر في الساعة، هنا الخطر رقم جوج، خصنا نحولوا هذه المتر على التالية. واضح؟ إذا هنايا يجب التحويل، لاحظوا شحال ديال
العقبات يجب التحويل. علاش؟ لانه عندي المده بالسكوند وعندي هنايا المسافه بالكيلومتر في الساعه، اذا خصني نحول هذه المسافه. اذا يجب ان احول في، اذا في تساوي 60 كيلومتر ماذا في الساعه. اذا باش ندوز من 60 كيلومتر في الساعه نحولها للمتر في التالية. قلنا كاينه قاعدة مزيان نبرهنو عليها بعدا باش تتذكرو، أن كيلومتر على الساعة باش ندوز من المتر للتالية، يعني من الكيلومتر للمتر أشنو كيطرا؟ كنضربو في 1000، ومن الساعة شحال فيها في الثواني؟ كنضربو في 3600. وإذا وملي كنختازلو كنلقاو 1/3.6. إذا باش ندوز من الكيلومتر للساعة المتر على التالية كنقسم على 3.6، تذكروا جيدا مقسوم على 3.6. إذا كنمشي نحولها كنقسم 60 على 3.6 بعملية حسابية بسيطة كنلقى تقريبا 16.66 متر على التالية. اذا فالتمرين من المفروض انهم يعطيو واحد القيمه مضبوطه، ماشي يعطيو بهذا الشكل، يعني انها تكون عندها فاصله ما كتعجبش. ما عليناش، اذا من 60 كيلومتر في الساعه كتعطيني 16.66 متر على الثانيه. اذا ملي لقيت كنجي كنعوض هنايا كنحسب ليا مسافه رد الفعل، هي هاد السرعه اللي هي 16.66 مضروبه في 1 سكوند اللي هي مده رد الفعل مضروب في 1 كتعطيني طبعا 16.66 متر. هاني لقيت مسافة رد الفعل خرجتها من تما، إذا كنجي كنحسب مسافة التوقف. لنحسب مسافة التوقف اللي هي دي اف دي ا عفوا تساوي دي اف زائد دي ار. إذا هنا نديرو اف بهذا الشكل دي اف. إذا دي اف شحال كتساوي ليا؟ دي اف هي قلنا هي 20 مكتبدلش. مسافة رد الفعل هي 16.66 كتساوي ليا 36.66 متر. ما تنساوش الوحدة أعزائي التلاميذ كتمشي عليها شي بركة إلا نسيتيها. إذا طبعا 36.66 متر كتبان صغار من 40 متر. لاحظوا أن المسافة ما بين هنا وهنا أصغر 40 متر، بما أن دي أ أصغر من دي. لاحظوا أن 36.66 أصغر من 40، شفتوها؟ فبكل بساطة لن يصطدم بالحاجز، يعني ها هي 40 متر، ها هي فراني، هيجي الفران هنا تقريبا، هذا فاش غيوقف تقريبا، يعني أنه لن يصطدم بالحاجز، لن يصطدم بالحاجز، فهمتوا شنو درنا هنا؟ نفس الطريقة كنديروها بالنسبة عندما تكون الطريق مبللة. إذا الآن في الحالة الثانية كنشوفو بالنسبة للطريق مبللة، إذا دي أ كتساوي ليا دي إف زائد دي إر. لاحظوا أن دي إف تبدلات ليا هنايا 30 متر، حيت الأرض عامرة موحلة والغيص ملي كيشد الفران استغرق 30 متر وعاد وقف الموطور، إذا 30 متر. بينما مسافة رد الفعل هنا هي اللي كنحسبناها في السؤال الأول 16.66 لا داعي لتكرار العملية، زائد 16.66 متر. إذا كنجمع كنلقاها 46.66 متر. إذا في هذه الحالة كنقولوا أن دي أ أكبر من دي. لاحظوا المسافة ما بين هنا وهنا 40 متر، وما هيوقف الموطور حتى يفوت 40 متر ب 6 متر، يعني أنه سيصطدم. دي أ أكبر من دي يعني أنه 46.66 متر أكبر من 40 متر، إذا سيصطدم. وبالتالي عندما سيصطدم ماذا سأستنتج؟ أنه مسكين هذه ديال حادثة سير. فهذه الحالة هذه شنو هو العامل المؤثر هنا في التوقف؟ هناك عامل ديال رد مسافة. إذا في هذا التمرين هذا هو طبيعة الطريق، طبيعة الطريق. إذا جينا نهضرو بصفة عامة شنو هي اللي كيأثر ليا هنايا؟ كذلك مدة رد الفعل، يعني الإنسان مثلا نفترض الإنسان غادي وهو مثلا سكران، بالتالي هذا مثلا هو مازال موقف واستغرق واحد الثانية عاد باش فرانا،
ولكن شو واحد سكرر غادي يشوف الحاجز وباقي غادي يسير طواقي راه قرب لي عادي فرالي. اذا كذلك مده رد الفعل، مده رد الفعل راجعه الى وعي السائق. اذا وعي السائق بمعنى انه ما عندوش يعني في هذه الحاله لا يغيب عقليا. كذلك طبيعه الفارابي، طبيعه اذا حاله الفارابي يعني الا كانوا شي فرانات السيق كما كتقول راه غادي يوقف، ما كانوا شي فرانات هكا ديباني هكا كل مره كتزيد فيس حيد هذه زيد هذه، راه هذا هو اللي مكتب مزيان. اذا نتمنى انكم استفدتم معنا في هذه السلسله رقم واحد دوتو اوفياء. شكرا لتعليقاتكم وردودكم واقتراحاتكم، الى اللقاء.